ورحمة الله وبركاته. هذه القصة التي أرويها اليوم عن العلاقة بين الزوج وزوجته حدثت في صيف 2017 بين زوج شاب وزوجة شابة ولهم من الأطفال 4 أو 5 أطفال. ففي ليلة من الليالي أراد أن يتقرب الزوج لزوجته وكانت متعبة فنهرته وسبت والده وتركت الغرفة، فنام مهتما غاضبا واستيقظ في اليوم التالي دون أن يتحدث إليها وذهب للتسوق، ثم رجع بالأشياء من السوق إلى المنزل فوجدها مستقبلة له معتذرة له، تريد أن تقبل رأسه وتحضنه وتقبل يده وتقول له سب أبي كما سببت أبيك بالأمس. قال لا خلاص الموضوع انتهى، لقد انتهى الأمر على هذا. القصة بمجملها مهمة جدا، قد تؤدي في بعض الأحيان لبعض الأزواج اللي هم الطائشين أو الطيش إلى الطلاق والعياذ بالله. وأنا أتذكر هنا جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقول في ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم لا تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إن ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حديث عام فضفاض، نجد فضل الزوجة على زوجها كما هناك فضل للزوج على زوجها. أما فضل الزوج على زوجها فهي مصدر المتعة وهي مصدر تحصينه من الرذيلة والغواية، وهي مصدر السعادة له في البيت، تجعل البيت جنة بإذن الله سبحانه وتعالى، فتطبخ وتقوم بكل هذه الأعمال، وهي المربية للأطفال وهي الحاملة لكل هؤلاء الأطفال في رحمها لتسعة أشهر إلى آخره، اللي هو فضل الزوجة التي كانت زوجة ثم أصبحت أما فيما بعد. وحتى في فترات الحمل وحتى في فترات التعب إذا أراد الزوج أن يتقرب إلى زوجته لكي يضاجعها فلا تتأخر عنه. فإن حدث مثل هذا لابد أن الزوج أن يكون صبورا رحيما عطوفا ودودا خلوقا، ولا يعملها في ثورة غضبها وتعبها كما عملته، بل يعذرها ويعذرها ويعذرها. وهذا هو ما تعلمته من صديقي، جزاه الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.